إطلاق أول مركبة ذاتية القيادة في السعودية. مازراتي تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية الرباعية. شركة كيا تحصد لقب أفضل صانعة سيارات. توقعات ببيع 14 مليون سيارة كهربائية في 2023. وكالة الطاقة الدولية تعلن أن مبيعات السيارات الكهربائية ستواصل نموها الكبير هذا العام لتصل إلى ما يقارب 5 السوق العالمية. وقالت الوكالة في تقرير إن التوجه الحالي نحو استخدام السيارات الكهربائية ستكون له تداعيات كبيرة على قطاع الطاقة، حيث سينخفض الطلب على النفط بخمسة ملايين برميلاً يومياً بحلول 2030. ووفقاً لهذه الدراسة، بيعت أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في العالم العام الماضي، فيما تشير توقعاتها إلى وصول المبيعات العام الحالي لـ 14 مليون سيارة. مكلارين تدشن سوبر كار جديدة بمواصفات فائقة. دشنت شركة مكلارين البريطانية سوبر كار جديدة كلياً باسم S750، وصفتها بالسيارة الإنتاجية الأقوى والأخف وزناً في تاريخ العلامة. وتعتبر السيارة الجديدة بمثابة خلفية لسيارة S720، حيث ذكرت الشركة البريطانية أن 30% من مكونات السوبركار الأصلية تغيرت بالكامل، على أن تتوفر السيارة الجديدة بنسخ الكوبي والكشف. هيونداي تقترب من مغادرة السوق الروسية. شركة هيونداي موتورز تخطط للانسحاب من السوق الروسي بشكل كلي في حالة موافقة الحكومة المحلية على صفقة بين الصانعة الكورية وشركة من كازاخستان. وسائل الإعلام الكورية أشارت أن المفاوضات بين هيونداي والشركة الكازاخستانية في مراحلها الأخيرة، مبينة أن الصفقة لن تكتمل دون صدور موافقة رسمية من السلطات الروسية على الصفقة. وعلقت العلامة الكورية عملياتها في روسيا العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بجانب انقطاع سلاسل توريد قطع السيارات ومكوناتها في السوق الروسي. شركة كيا تحصد لقب أفضل صانعة سيارات. مجلة أوتو كار البريطانية تختار شركة كيا الكورية الجنوبية كأفضل شركة صانعة للسيارات في العالم للعام الجاري. وتوجت كيا بالجائزة بناء على نجاح سيارة سبورتاج الجديدة، وكذلك المحركات المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق حسب ما نشرت المجلة البريطانية. وأشارت المجلة المختصة بعالم السيارات أن نجاح سيارة نيرو الكهربائية كسيارة عائلية بيئية خالية من الانبعاثات من أسباب اختيارها للشركة الجنوبية كأفضل مصنع في العالم لـ 2023. وتحظى كيا بحصة سوقية تبلغ نحو 6.5%، ما يجعلها خامس أكبر شركة سيارات داخل بريطانيا بعد فولكس فاجن وفورد وبي ام دبليو وأودي. مازراتي تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية الرباعية. شركة مازراتي الإيطالية لتصنيع السيارات الفاخرة تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية بنظام الدفع الرباعي تحمل اسم غريكيل فولغور. وتصل السرعة القصوى لسيارة مازراتي الجديدة إلى 220 كيلومترا في الساعة، بينما تبلغ قوة محركها الهجين 550 حصانا. إلى ذلك قالت الشركة الإيطالية أنها ستقدم نسخا كهربائية من جميع موديلاتها بحلول عام 2025، على أن تنتقل للسيارات الكهربائية بشكل كامل عام 2030. إطلاق أول مركبة ذاتية القيادة في السعودية. نائب وزير النقل السعودي رميح الرميح يؤكد خلال تدشين تجربة المركبات الذاتية القيادة أن التجربة تأتي كجزء من مبادرة تبني أساليب النقل الحديثة، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى الاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع الخدمات اللوجستية. وذكر الرميح أن المركبة استفادت من تطويع أحدث أنواع التقنية مثل موفرات الطاقة وأنظمة الاستدامة المتنوعة ونافذ الشحن، إضافة إلى تطبيق مفهوم المواصلات الرشيقة من خلال توفير مسارات صديقة للمشاة والمركبات الصديقة للبيئة. وبيّن أن التجربة هي أولى التجارب التي تسعى لها منظومة النقل لتحسين أداء المراكز اللوجستية بهدف دعم التطوير المستقبلي لأنظمة ولوائح وتشريعات المركبات ذاتية القيادة ورفع مستوى المعرفة والقبول المجتمعي لهذا النوع من المركبات.